يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون كيكة البسكوت الباردة، تعتبر من ألذ وأطيب وأسهل الحلويات الباردة اللي ممكن تعملوها في البيت. تعالوا نشوف المقادير. في البداية هون رح نحتاج الحليب السائل. كمية الحليب السائل رح تكون عنا 5 كاسات من الحليب السائل. بالنسبة لحجم الكاس استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات، لأنه نفس الكاس رح نعير فيه بقية المكونات الثانية. رح نحتاج كمان كاس سكر، أنا هون شلت منه 2 معلقة كبار. رح نحتاج كمان كاس طحين، بالإضافة لعصفار بيضة مع 2 معلقة صغيرة من الفانيلا. ورح نحتاج 3/4 الكاس كاكاو بودرة. بالنسبة للكاكاو هون عنا غير محلى. هلا هون بنخلط المكونات كلياتها على البارد وبنشغل الغاز. رح احط كمان 2 معلقة كبار من جوز الهند، انا جوز الهند هون انا عندي اياه محمص، ممكن تحطوا جوز الهند العادي. نستمر بالتحريك حتى تذوب كل التكتلات الموجودة، ولما بلش عنا الخليط يثقل مثل هيك بنحط 2 معلقة كبار من الزبدة. نستمر بالتحريك حتى يغلى الخليط معنا. طبعا نعرف انه الخليط جهز لما تطلع معنا الفقاعات هاي، نعرف انه الخليط صار جاهز. هلا هيك بنكون خلصنا المرحلة الاولى، رح نبلش في المرحلة الثانية. رح نحتاج هون بسكوت سادة، ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت بدكم اياه، انا هون استخدمت بسكوت اولكر. بالنسبة للبسكوت هون ما رح يحتاج انه نغطسه بالحليب، بدنا اياه بسكوت ناشف. وحجم القالب أنا هون استخدمت قالب التشيز كيك حجم 23 سنتي، ممكن تستخدموا البايركس الحجم الكبير. هلا هون رح أحط الخليط، طبعا حطوا كمية وفيرة من الخليط بين طبقات البسكوت بيعطي طعم أطيب. ما تخاف البسكوت بيطرى من الخليط نفسه، يعني ما رح يطلع معكم ناشف، بالعكس رح تحسوا رح تحسوها مثل الكيك، يعني بيصير البسكوت. هلا هون رح اعمل معاكم الطبقة الثانية. ملاحظة، لازم تكونوا سريعين وانتم بتشتغلوا، لانه الخليط بسرعة بيجمد، يعني على طول اول ما تنزل الطنجرة عن الغاز بلشوا اعملوا في الطبقات. رح احكي ملاحظة مهمة هون، ما تستخدموا النشا، لازم تستخدموا الطحين حتى تاخذوا الملمس الكريمي، فما تستبدلوا الطحين بالنشا. عنا المقادير هي 5 كاسات حليب سائل مع كاسة طحين مع كاسة سكر مع 3/4 الكاسة كاكاو مع 2 معلقة كبار زبدة و 2 معلقة كبار جوز الهند وصفار بيضة، وما تنسوا الفانيلا. هلا هون عنا القالب صار جاهز، رح أدخله الثلاجة تقريبا 3 ساعات. رح نبلش هون بالتزيين. أنا التزيين هون رح أستخدم القناش، رح استخدم كاس كريمة حجم 240 مل مع 120 جرام من الشوكولاتة. انا هون استخدمت جالاكسي دارك، ممكن تستخدم اي نوع شوكولاتة بدكم اياه. طبعا انا هون دخلت الصحن الميكروويف مدة دقيقة، طبعا دقيقة غير متواصلة، بحطه 30 ثانية وبطلعه حتى اتأكد انه الكريمة عندي سخنت. هلا هون رح ازين الوجه. بالنسبة للقناش أنا هون ما رح أدخله الثلاجة حتى يجمد، لأن أنا بدي إياه يكون بدي إياه ينزل على الأطراف. هلا هون رح أفتح القالب، طبعا حاولوا بطرف السكينة تحفوا الأطراف حتى ما يغلبكم القالب حتى يفتح. رح احكي شغلة بالنسبة للتزيين، ممكن تستخدموا البسكوت، تطحنوا البسكوت وتزينوا الوجه فيه، بس لما تزينوا بالبسكوت انه على طول قبل ما تدخلوها الثلاجة زينوا البسكوت بالوجه حتى يمسك البسكوت على الكيكة. ممكن كمان تستخدموا الكاكاو البودرة، انا هون كمان رح ازين الوجه بالشوكولاتة البيضة. ممكن تستخدموا اللي بدكم اياه، يعني التزيين يعتبر ذوق شخصي. هيك عنا الكيكة صارت جاهزة، بتمنى انها تعجبكم. كيكة جدا بسيطة وطعمها اكثر من رائع.
هلا هون رح نقطعها مع بعض. طبعا من أبسط الحلويات الباردة. هلا هون رح نقطعها مع بعض، رح تشوفوها مثل الإسفنج، يعني مثل الكيك العادي. طبعا تعتبر من الحلويات رمضان، بوقت الصيف بجد شهية. رح أورجيكم إياها هيك. هيك عنا صارت الوصفة جاهزة، رح أورجيكم إياها كيف ملمسها، مثل بتحسوها مثل الكيك. البسكوت فيها جدا إسفنجي. هيك عنا الفيديو صار جاهز ووصفتنا صارت جاهزة. بتمنى إنه الفيديو عجبكم، وبتمنى إنه إنكم تستفدتوا من الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.